ازيك يا عبد الرحمن؟ لكم دكتور. بدي اياك تكون مسؤول عن الشاشه، طيب؟ يعني باي وقت الشاشه بتكون مش واضحه تقول لي مش واضحه. ماشي إن شاء الله. ليش مش عمال اقدر اجيب صورتي يا عبد الرحمن؟ صورتك ظاهر، ايش؟ هي صورتي بس مش عمال صورتك اجيب ظاهري. ظاهري، بس مش على كل الشاشه، انا بدي على كل الشاشه حتى تشوف الوايت بورد. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل، ألف أهلا وسهلا. تعالي، مش عمال أقدر أطلع صورتي. هاي شير، خذي وقتك. السلام عليكم دكتور، سعد المسا. يسعدكم شباب. مش عمال اقدر اطلع صورتي بالشير، بس بقدر اطلع صورتي. هاي شير، بدي بس صورتي تبين الشاشه. يعني هاي بعمل شير، شير انا احط هون صورتي، زوم يعني مع بعض، او احط على زوم. لا هلا زوم، صح؟ انت بتعمل شير للبي دي اف؟ هلا بعمل شير على هذا. هلا ايش من هدول ممكن يطلع صورتي؟ ايفون؟ لا ما اظن. شو الوايت بورد؟ لا المفروض خلص انت صورتك، بصير الشير. لا انا بدي صورتي، بدي شو؟ بدي صورتي. هلا ارجع لصورتي، مش عارف ارجع لصورتي. اوكي خلص، ستوب شيرنج. ستوب شير؟
الله يكرمك. شايف الله بسطها؟ هلا بأي وقت بخرج خارج حدود اللوح احكوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد صباحكم شباب. احنا المحاضرة الماضية وقفنا حكينا عن الايديالايزيشن وحكينا عن التراست هذا، وقلنا لكم لو جربتوا اخذتوا وظيفه وحاولتوا تعملوها بن او تعملوها فيكست رايح يكون النتائج نفسها بسبب انه الريفلكشرر ستيفنس اقل بكثير من الاكسل ستيفنس. وبعضكم سال سؤال انه اي على اي ريشيو، قلنا لكم عاده بيكون الريشيو بالمئات. اذا كان هاي العناصر عناصر صغيره هاي ما بتاخذ احمال لانه زيرو فورس ممبر، راح تلاقوا فيها فروقات شوي موجوده. بعرف اذا في حدا منكم حاول ياخذ مثل ويحل هذا الشيء. احنا رايحين نقرر هل في داعي انه نعطيكم مثل زي العام للطلبه ولا انه احنا نركز على امور ثانيه. بيعنيني هلا حاليا انكم انتم تشكلوا مجموعات من 2 للوظائف ومجموعات من 4 للمشاريع. والان بدنا نبدا باهم شيء، يعني مش اللي حكيناه مش مهم، لا اللي حكيناه مهم، لكن الآن بدنا نبدأ بالأهم وهو أصعب شيء. كيف بدك تعمل موديلينج للستركشر؟ هلأ كيف بدك تعمل موديلينج للستركشر؟ في عنا إليمنتس وفي عنا ستركشر. طبعاً العقل زي ما قلت ببدأ بالسكيلر اللي هو 1D وبنطلق من 1D لN D. إحنا من قبل كنا نعلمكم بالستركشر ننطلق من 1D لـ2D، ومن 2D بدنا ننطلق لـ3D زي ما قلنا لكم الأسبوع الماضي. الآن إحنا لا بدنا نعلمكم كيف ننتقل من 1D لـ3D مباشرة. طبعاً هلأ الـ1D structure بيكون في بس 1D element، بس الـ2D structure ممكن يكون في 1D element و2D element. يعني الـ2D structure على سبيل المثال الجدار أنا ممكن أمثله كفريم، ممكن أمثله كفريم with sheer walls. هلأ الـ3D structure ممكن تشكل من 1D، ممكن تشكل من 2D، ممكن تشكل من 3D، وهذا اللي بدي ابين لكم اياه. فعلى سبيل المثال اذا طلعنا على هذا، هذا عباره عن 3D structure. هاي عباره عن سلاب 20 سنتيمتر، بعدين بنحكي عن الابعاد، وهي عباره عن بيم. بيمز موجوده هون عندي، هلا انا بدي احكي المبدا الحل وبعدين نبقى نحكي بالتفاصيل. يا ترى الانسان الاول كيف كان يتعامل مع هاي المنشآت في التحليل، وكيف من العصر العلمي احنا انطلقنا في التحليل؟ خلينا ابدا بالعصر العلمي. الاستاتيكال لودز قامت على كلاسيكال فيزكس. الاستاتيك لودز قامت على كلاسيكال فيزكس. شو هي الكلاسيكال فيزكس؟ ان انا اعرف اكس تغيرات X throughout the dimension. طبعاً إحنا هون بالاستاتيكس فيش عندنا variation of time، فإذا أنا عرفت X بقدر أعرف كل شيء على المنشأة. ذكروني إذا عرفت X كيف بحسب ثيتا؟ آية داليا إذا عرفت X كيف بحسب الأنجل؟ ديانا إذا حسبت الـ X كيف بحسب الأنجل؟ مشتقه من كامل. تمام. اذا الثيتا هي عباره عن دي اكس على دي اكس. انا اسف، لذلك انتم عمالكم تشجعوا. الاكس في الفيزياء هي عباره عن الدي الديسبيسمنت.
بالفيزياء نسميها اكس، بس بالاشعاع نسميها في. فانا اذا بدي ثيتا هي دي في على دي اكس، او اذا بدي ان حاجه نسيتها شويه دي ثيتا على دي ام البيندينج مومنت. اي واحد يدخل على الخط مقاومه مواد، حكينا ميكانكس اوف ماتيريالز هي ام العلوم. الام شو بتساوي؟ اذكركم اي اي سكند ديريتيف اوف في وذ ريسبكت تو اكس تي. الشير هذا بقول شو بتساوي؟ الشير مالكم ناسين لهي الدرجه اي اي دي 3 في على دي اكس تي. واخيرا اللود اوميجا شو بيساوي؟ اللود يونيفورم لود لود يساوي اي اي دي 4 في على دي اكس تو ذا بار. هاي اخذتوها من مقاومه المواد، ومن هاي قدرنا احنا نحل مسائل بسيطه. هذه اللي حل المسائل البسيطه كان الحل فيها كونتينوس. شو يعني كونتينوس؟ يعطيني الفي تغيرها تروح او المنشا. فلذلك انا كانت مبنيه على الكلاسيكال فيزيكس، لانه الكلاسيكال فيزيكس كانت تعطيني الديسبيسمنت، تحصر الديسبيسمنت. احنا بدنا نبدا بالكلاسيكال فيزيكس خلال هذا الاسبوع، وممكن جزء من الاسبوع القادم، ومن بعديها نشوف كيف احنا بدنا نحلل المنشات تحت الجرافيتي لود كمبدا، وبعدين ندخل عليها الكوانتم ميكانكس. هلا الكوانتم ميكانكس شو بتختلف عن الكلاسيكال فيزيكس؟ انها بدهاش بس من بعد اذنك والله في شباب بس دخلهم على المحاضره. الله يكرمك يا رب. دكتور كمان البراد اللي قبال اللوح مفتوحات شكله منه عكس على اللوح مش مبين الكتاب منيح. طب رائع، هلا بنحاول نظبط كل شيء. عبد الرحمن انا كنت مركن عليك، شوفوا لي هلا الشيء اللي هي مش مبين، اذا صار مبين الوضع هيك منيح. شباب قصدك الخط هون مش كثير واضح، اللي تدخل هون شو قصده؟ اللوحه مش واضح. اللوحه ماشي. الله يكرمك، شكرا كثير. الشير هي بتساوي اي الثيرد ديريتيف اوف في وذ ريسبكت تو اكس كيوب، واللود اوميجا بتساوي اي اي الفورد ديريتيف اوف في وذ ريسبكت تو اكس تو ذا بار. مس منى في عندنا علم غير هذا؟ في على الطاوله؟ لا في شيء لهذا الالم شكله مش كثير واضح. طيب هاي المعادلات اللي اخذتوها من مقاومه المواد بنسميها استمتنا، انا اسف انا لازم هاي بنسميها differential equations. وهاي differential equations حلها بنسميه closed form. شو بنسميه حلها؟ closed form. differential من differ، وdifer يعني الواحد عماله بيعمل بفرق، لذلك انا هي بعتبرها الاساس في كل علوم الهندسه. هي اللي من خلالها احنا بنقدر نميز اي برنامج ساب بيجينا، اي برنامج ايتاب بيجينا، اي برنامج عالمي بيجينا يدعي انه هذا البرنامج العالمي انه بحل مشاكلنا، منه له صبرك. احنا العلم في عندنا شيء اسمه ديفرنشال ايكويشن، بدنا نطلع منه حل لهذا المنشا. بعد ما نطلع منه هذا الحل لهذا المنشا بالديفرنشال ايكويشن اللي احنا اخذناه من الميكانكس اوف ماتيريالز، إذا أنت بتقنعنا بحلك إنك بتجيب لنا نفس الـ closed form solution تحت نفس الفرضيات، ممكن نقبل منك حلول تانية نناقشها ضمن منهاج. إذا يعني أي برنامج آخر بدنا نتعامل معاه زي برنامج ساب، وشو ميزة برنامج ساب شباب؟ برنامج ساب باخذ بإيدكم من الاستاتكس والميكانكس لأعلى مستوى بحثي ممكن يصل إلى الباحث بحاجته في التطبيق والتصميم في عالم الواقع. يعني هو ولا تشبيه لله مثل أعلى زي القرآن الكريم، باخذ بإيدك من يا بني آدم، برقيك يا أيها الناس، برقيك يا أهل الكتاب، برقيك يا أهل يا الذين آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب.
إذا هو باخذ بمستوى وببدا يرقيك بناء على المستوى اللي انت فيه. فهلا هذا المنشأ بدنا نشوف كيف بدنا نحله بالميكانكس اوف ماتيريالز ونطلع له جواب ونشوف فرضيات الله حطها لنا. بنيجي لسام بنحط نفس الفرضيه، اذا بنفس الفرضيه اعطانا نفس النتائج ساب شغال صح. طب احنا المنشأ مش رايح يشتغل على الفرضيات، يا ترى لو شلنا الفرضيات شو اثر ذلك على المنشأ بدنا نتعلم، ولو حبينا نصمم المنشأ بدون فرضيات بدنا نتعلم. هاي شباب هي طريقة التحليل اللي أنا بالنسبة لي هي أهم شيء في الإنشاءات أو في الفكر. يعني الفكر البشري في التحليل هو أهم شيء، إنه كيف نفكر. دائما إحنا بنفكر إنه بناخذ شيء إحنا متأكدين منه، وبصير أي واحد منا بده يحكي بقضية أخرى نبنيها على الإشي اللي إحنا متأكدين منه. يعني على سبيل المثال الناس تلتقي على القيم الإنسانية، فأي دين لا يحوي قيم إنسانية هو دين مزيف. هذا عندنا السؤال اللي نستمر. هلا لاحظوا هذا الحكي كنا إحنا نعلمكم إياه بمقاومة المواد الميكانيكس والماتيريالز كبير، إما هيك أو كونتينوسلي إما هيك أو كونتينوسلي. فأنا هلا بدي أجي معكم على كلكم أخذتوا خرسانة واحد وقلتكم كيف بدي أتفاعل مع هذا المنشأ. بدي هذا المنشأ أحط في فرضيات بحيث يشبه الشكل المعكوس. فبدي أقول إنه أنا بدي أفترض إنه هاي البلاطة بتروح باتجاه واحد. فإذا بتروح باتجاه واحد معناته بده يكون النموذج هذا. الحصة الماضية ناقشنا كيف الصبر، أنا بدي أفترض بالصبر بهذا الشكل. سلابي كورما كونسنتريت. وين حل الله؟ هذا هو الكلام. ولا إن جنرال تعتبر هاي هل؟ تعتبر هاي. على مقاومة المواد بدي أذكركم، لو قلت لكم هاي حلوا لنا إياها شو كنتوا تعملوا أنتوا؟ كنتوا تقولوا إذا بدنا نرسم الإفكت شيب بهذا الشكل الزاوية شو بدها تكون؟ بالوسط تقريبا صفر. ممتاز، لأنه سيمتري هذا أي منشأ سيمتري الزاوية صفر، فبقدر أعتبر هذا هو عبارة عن منشأ. هلا اجيتوا مقاومة المواد وطورتوا حالكم بالستراكشر، قلتوا هذا المنشأ ديترمنت ولا انديترمنت؟ انديترمنت. تو هاو ماني ديجريز؟ 1 ديجري. كنا نقول هذا بنقدر نقول انه يساوي منشأ بهذا الشكل مع زائد منشأ بهذا الشكل. خلينا نسميها لك. فقلنا أنا بقدر أعتبر إنه هذا المنشأ هو عبارة عن مجموع منشأين، منشأين ومنشأين. هذا الحكي قلنا هذا نسميه principle of superposition، principle of superposition. شو يعني super؟ فصيلة أو خارج. سوبر يعني لما بقول أنا هاي أول كلمة سوبر، لما بنقول فلان سوبر أو الأكلة سوبر شو بنقصد فيها؟ إنها ممتازة. فسوبر يعني إشي أعلى. لو أنا كان عندي لتر بدي أحط إشي أعلى شو بقول؟ سوبر كاركتر. طب إذا بدي أحط أدناه شو بقول؟ سب. لذلك نرجع للحصة الماضية إحنا بنقول سب ستراكشر يعني فاونديشن، سوبر ستراكشر يعني إيش؟ بناء أعلى. فإنهم قلنا سوبر بوزيشن يعني أنت بهذا المبدأ كنت في موقع وانتقلت لموقع مالي أعلى. بس هذا إذا تعريف مقاومة المواد كان له شروط. حد بيقول لي شو الشروط التي يستطيع بها الإنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان أعلى؟
إمتى بقدر أطبق البرنسبل أو سوبرفيجن بالإنستراكشن؟ يعني بحيث يظل مثلا في نفس ال ستيفنس الليلو كلامك لطيف بس يعني لكل شيء. انتوا اجيب لكم حتى اوصلكم الفكره. وكان عندي هون دوت مقداره اف وعندي ابن هاش قلت لكم ارسموا لي الاكسل فورس دايجرام كله اف قلت لكم ارسموا لي البندنج مومنت كله لي اوميجا مضروبه بقد ايش؟ ب ال في ال على 2 قولوا لي هاي اوميجا ال تربيع على 2 باعتبار انه الريزلت بتاعي عباره عن اوميجا ال في ال على 2 اوميجا ال سكوير. هلا هذا الحكي صحيح لكن لو طبعا هذا الحكي مش عمال بيعمل بيعمل ريفليكشن هيك هذا القوه اللي موجوده هون الان صار عندها مسافه شو بتساوي؟ دلتا فصارت هاي القوه بتعمل مومنت ولا لا؟ تعمل مومنت. فاذا انا بدي اعتبر انه هذا عباره عن منشئين منفصلين بهذا الشكل زائد منشا بهذا الشكل الله يكون بعونكم على هذا حتى يصح انه هذا زائد هذا هو نفس المنشا ضروري جدا المسافه هاي تكون تقريبا مالها صفر يعني اذا ولا مش مبين هاي من مره هاي تكون ابروكسيمتلي ايش؟ زيرو لانه اذا كان حاله الدلتا ضغط الشباك ضغط الشباك عكس عليه مش مبين بالمره بحاول احل مشكله الشباك المنشأ هذا دكتور كمان الوضع نفس لا 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 قصدك ايش قصدك نلف على هون عشان الضوء لا طلع لنا الشبابي كله ظهرت كل الشبابي لا نرجع الوضع اللي احنا فيه ماشي كمان شوي اثيان كمان شوي لا العكس ايوه نرجع شوي اسمه وين الدكتور لو تقرب على المنطقه اللي رح تشرح فيها او تدخل على اللوح دكتور مش واضح بالمره ممكن تكتب على لوح الكتروني او شيء زي هيك ال مش رايحين نكتب الا لما يكون واضح شباب ما تخافوا فخلينا نمشي حتى يكون واضح دكتور هيك مباشره اعمل زوم اكتب المساحه هذه اللي راسم فيها بتنوس دكتور على يسارك الاعلى هيك يعني على هيك هيك طيب نشوف هلا كيف بده يكون الوضع ليتهم
أهون شوي ولا لسه صعب؟ أهون دكتوري. طيب اسمع، مع ذلك بدي أحملها مش أهون، بدي أعملها واضحة كتير. هذا الشكل اللي عندكم هون، بتخيل هذا الشكل مبين. لاحظوا أنا عندي الفورس على دلتا. إذا أنا بدي أحط الفورس مش حاطط دلتا هذا، معناته إذا كانت دلتا كتير صغيرة، قوة بإشي تقريبا صفر شو بده يعطيه؟ صفر. إذا حتى أنا أعتبر هذا ممثل لهذا المنشأ، لهذا المنشأ زائد بهذا الشكل، زائد منشأ بهذا الشكل، حتى أعتبره هذا زائد هذا، ضروري أول إشي يكون عندي small deformation، ضروري شو يكون عندي small deformation. فأول شرط للسوبر بوزيشن، عشان لو إذا هون ماشي سوبر بوزيشن، أول شرط small deformation. هذا الشيء ظاهر ولا مخفي؟ ظاهر ولا مخفي؟ هذا ظاهر. يعني أنا لما بطلع على السقف كيف بصمم السقف؟ يجي منحني يطلع على السقف، اللي أنتوا أي واحد فيكم في بيته يطلع على السقف بيشوف انحناء ظاهر ولا بيشوف ما فيش انحناء تقريبا؟ شو انحناء؟ بس هو فيه انحناء، لكن الانحناء قيمته ماله قليل جدا، بحيث لو كانت في قوة افقية مش رايحة تعمل عزل، فلذلك ما بطبق هذا المبدأ، ما بطبق مبدأ السوبر بوزيشن. الشغلة الثانية احنا حكينا انه اي دي 4 في على دي اكس تو ذا باور 4 هي المعادلة اللي بحط فيها اون لود، اللي ممكن يكون اوميجا 1 زائد اوميجا 2 زائد اوميجا 3 الى اخره. ممكن هاي الاوميجا تكون ا فانكشن اوف اكس، اوميجا اكس على ال، يعني يكون عندي تريانجل اوف لود الى اخره زائد شيء اكس تربيع على ال الى اخره. حتى هذه المعادلة عفوا خلصنا من الأول شرط. الشرط الثاني، أنا عندي معادلة تقول EI D4V على DX to the power 4 بتساوي أوميجا بلس مثلا أوميجا 1X على L بلس أوميجا 2X تربيع على L تربيع إلى آخر. حتى الـ principle of superposition طبق وأقسمهم هاي كل واحدة لحالها، لازم EI مالها ما تتغيرش، يعني يبقى المنشأ باللينير رينج، يبقى المنشأ بإيش؟ باللينير رينج. حتى يبقى المنشأ باللينير رينج بنقول الشرط الثاني لينير بيهيفير. هذا الشيء داخلي ولا خارجي؟ داخلي. لينير بيهيفير داخلي ولا خارجي؟ داخلي. إذا أنا لا أطلع عليه شباب، حتى الإنسان يرتقي من مكان إلى مكان يحتاج إلى استقامة داخلية واستقامة خارجية. يعني في الظاهر لازم يكون مستقيم، وأيضاً في الداخل شو لازم يكون؟ مستقيم. فأي واحد منكم بده ينتقل من موقع لموقع أعلى منه لا يمكن يحصل بدون الصدق، فلذلك هلأ بدون الاستقامة. يعني الاستقامة هي مبدأ السوبر بوزيشن. إذن هلأ أنا عندكم بمقاومة المواد شو المالكم؟ إحنا الآن بدنا نطبق البرنسبل أوف سوبر بوزيشن، نقسم هذه المنشأة إيش؟ لقسمين. هلأ شباب لو بعد 20 سنة قلت لكم شو اللي بيأثر، شو شروط البرنسبل أوف سوبر بوزيشن، واحد بيصلي بيقول يهدنا الصراط المستقيم وبتذكرهاش، عمره ما صلى. أربط علمك بكتاب الله عمرك ما بتنسى. أنا بتمنى إنه بعد التقاعد إنه ربنا يمد بعمري للتقاعد، وبعد التقاعد إذا ربنا مد بعمري ناوي أعمل محاضرات للهندسة بمنظور كتاب الله من أول ما تدخل الستاتيكس حتى أعلى ما يمكن، بطريقة إني أحول كل هذا العلم اللي أنتوا بتاخدوه من علم differential equation، بدل ما أقول differential equation أقول فرقان، لأنه الفرقة يعني من differ وهي الأساس اللي منطلق منه. فالفرقان هو أول ما أعطيه لبني آدم. هلأ هذا الفرقان على طوبه نزل القرآن، والقرآن هو عبارة عن قراءة للكتاب، وكل واحدة مستوى أعلى من الثاني. هلأ إحنا شو بدنا نعمل؟ أخذنا هذا المنشأ بدنا نفترضه لينير على assumption لينير بسمول ديفورميشن، معناته بقدر أقسمه معدل هذا ولا هذا. هلا بدي أرسم الديفليكشن. الديفليكشن لهذا بيجي شكله هيك، وقيمة الديفليكشن هون
بقدر أنا أعمل اشتقاق للمعادلة اللي أنتوا أخذتوها وأصل إنه دلتا واحد دلتا واحد بتساوي أوميجا إل للقوة 4 على 8 إي آي. معادلة ديفرنشال إيكويشن بسيطة جدا، حطوها على أساس إنها بتساوي أوميجا، اعملوها 4 مرات تعطيكم قيمة الدلتا. لاحظوا أنا ما عمالي بتعامل بالإشارة لأني عمالي بتعامل بالإس. هذا الحمل لتحت بنزل الحمل لتحت. لو حطيت قوة آر لفوق بقدر من هاي القوة آر أحسب دلتا 2. دلتا 2 تطلع عندي دلتا 2 بتساوي القوة آر في إل تكريم على 3 إي آي. هلا واضح إنه أنا عندي هون قديش قيمة دلتا؟ زيرو. إذا بدي يكون عندي المعادلة إنه دلتا 1 لازم تساوي دلتا 2 أو دلتا 1 زائد دلتا 2 بتساوي صفر. بس بعطيهم بالإشارات هاي بعطيها بالماينس وأعطيها بالبلس. فإما بحط دلتا 1 بتساوي دلتا 2 بدون ما أنظر للإشارات أو بجمعهم بيساوي زيرو، فبيطلع عندي أوميجا إل بقوة 4 على 8 إي آي بتساوي آر إل تكريم على 3 إي آي. هلا بتروح الـ AI مع الـ AI وبروح الـ L تكريب مع الـ L to the 4 بضل عندي L، وبنتج ذلك إنه عندي R تساوي R تساوي 3 أوميجا على قديش؟ على L 3 أوميجا على L. ظاهرة معكم هاي ولا مش ظاهرة؟ لا دكتور مش ظاهرة. مظبوط تقولوا لي مش ظاهرة. فبتطلع عن R تساوي 3 أوميجا على 3 أوميجا على إيش؟ على. إذا أنا عندي هون عرفت إنه هاي 3 أوميجا على L، وبالمقابل هاي 3 أوميجا على L، عفوا 3 أوميجا L على 8، 3 أوميجا L على 8، وش كتبت أنا؟ 3 أوميجا L على 8. بس أي شباب راحت ال L تكريم مع ال L to the 4 ضل L، فعندي 3 أوميجا في L على 8 هي القيمة. عندي كل الحمل عبارة عن 2 L في أوميجا، راحوا 3 وراحوا 3 ضل هون قديش؟ 10 أوميجا L على 8، لأن 10 و 3 و 3 بعطوني 16، على 8 بعطينا 2 أوميجا اللي هي أوميجا في 2. على نفس الوقت أقول هاي بتعطي مني المومنتوم قديش بتضربها؟ أوميجا L تربيع على قديش؟ على 2. وهذا تعطي بندي مومنتوم قديش مقدارها؟ R في L. أنا حسبت قيمة R، فبقول البندي مومنتوم اللي تنتج هون، هاي البندي مومنتوم اللي تنتج هون شو راح تساوي عندي؟ راح تساوي أوميجا في L تربيع على 2 ضرب ما إيش؟ قيمة R في L قديش R أنا حسبتها؟ 3 أوميجا L على 8 ضربها بإيش؟ في L بتصير L تربيع. أوميجا L تربيع على 2 عبارة عن 4 8 بطرح منها 3 8 شو بضل عندي؟ أوميجا L تربيع على 8. عرفت البني مومنتوم شو ضل عندي أنا هلا؟ أحسب المسك البني مومنتوم. لاحظوا أنا حسبت الرياكشن 3 أوميجا L على 8 وحسبت هاي أوميجا L تربيع على 8، ضل عندي أحسب هاي البني مومنتوم. لو بدي أحسب عن الشير فورس، هلا تسمحوا لي أمسح هذا الحكي؟ بدي أمسح على هذا دكتور. بس بس كمان مرة عند المومنت كيف جبتها؟ استعجلت شوية بس ما لحظة أرجع شوي. مش إحنا بنقول مين اللي بسأل؟ بدي أشكر كثير اللي سأل. مين اللي سأل يا بني؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن جزاك الله كل خير. اسمعي عبد الرحمن، الشجاعة الفكرية العقلية، فما تتردد توقفني. أنا بأكد لك إن السؤال اللي براسك على الأقل براس نص الطلاب، بس أنت كان عندك شجاعة توقفني والبقية خجلانين. ما تخجلوش شباب، وقفوني. أنا المفروض أوصلك المادة. عندك مشكلة استاتيكس احكي لأن أنا براجعك عن مادة الاستاتيكس والميكانيكس، رايح أراجعكم كل العلم هون. بس المهم إياك تطلع ما عندكيش إشي ثابت تنطلق منه. واضح؟ هاي فرصتك في هذا المسار تفهم التحليل إذا كنت عندك ضعف في التحليل. يعني فرض واحد منكم بس ماخذ استاتيكس وميكانيكس ومش ماخذ استركشر 1 واستركشر 2، أهلا وسهلا، كل ما يحتاجه بالتحليل راح يتعلمه بهذا المسار. طبعا ديروا بالكم كمبادئ عامه، بالتفاصيل بده يرجع كل امثله بشكل كثير كبير، بس كمبادئ عامه كافكار هذا المسار مكفيك.
نطلع على احنا هون لما كان عندنا كنا نقول هذا زائد هذا يمثل هذا. هلا هذا بدنا نشوف قديش بدنا نكمل هون. شو بتساوي بدنا نكمل هون؟ عباره عن الفورس هون اللي عباره عن اوميجا ال بدها تضرب قديش بال على 2 فبتطلع عندنا مومنت هون عباره عن اوميجا ال سكوير على 2. هلا هون نتيجه الار كيف بدها تكون بدنا مومنت ار بهذا الشكل بدنا مومنت تكون ار في ال بهذا الشكل. يعني هذا الستاتس هاي بتعمل ار ال هون هاي بتعمل ار ال هون. هلا هذا زائد هذا شو بده يعطينا؟ بده يعطينا هذا. معناته البندنج مومنت اللي موجوده هون هي عباره عن مجموع الاوميجا ال سكوير على 2 هاي لتحت هاي بدها تطرح منها لانه ماخذ هيك البوزيتيف مومنت بدها تطرح منها قيمه ار في ال. قديش ار عندي؟ 3 اثمان اوميجا ال. اذا بدي اطرح 3 اثمان اوميجا ال في قيمه ال في قيمه ال بتطلع عندي 3 اثمان اوميجا ال تربيع. النص عباره عن 4 اثمان بطرح منه 3 اثمان شو بتصير عندي؟ اوميجا سكوير على 8. حد عنده مشكلة لحتى هلا؟ لاحظوا أنا هون حسبت رياكشن فبقدر أرسم شيء فورس دايجرام هيا 3 أثمان أوميجا إل وبتروح ل 5 أثمان أوميجا إل لأنه أصلاً أنا لازم قديش قيمة قديش أوميجا في إل. فإذا كانت هاي 3 أثمان أوميجا في إل لازم تكون هاي 5 أثمان. 5 أثمان زائد 3 أثمان شو بتعطينا؟ أوميجا إل. أنا الآن خلصت من الشير فورس دايجرام، خلصت من الرياكشنز، خلصت من المومنت هون، ضل أحصل قيمة المومنت فين؟ اللي هون، قديش قيمة هاي المومنت؟ إذا كانت هاي 3 أثمان أوميجا إل معناته هاي لازم تكون 3 أثمان إل. لازم تكون هاي 3 أثمان إل. مش واضح شو بتكتب فوق، مش واضح. مش واضح طيب، نكتب فوق. هلا أو اللي بدي أعمله أنا الجبر نعم مش عمال يطلع اوكي خلينا اكتب تحت هلا هذا بقدر امين اسمحوا لي امين هذا طالما ما في شيء حدا بيحكي السكوت على الطب يعني ما حدا هذا بدك هلا شباب انا هون لما حسبت 3 اثمان اوميجا ال معناه الشير عندي هون 3 اثمان اوميجا ال. واضح انه انا عندي اوميجا في ال هي قيمه الفرص اللي بتنزل لتحت معناته هون لازم يكون 5 اثمان اوميجا ال. 5 اثمان ايش؟ اوميجا ال. اذا كانت هي 3 اثمان اوميجا ال معناته هي لازم تكون 3 اثمان ال. ليش 3 اثمان ال؟ ضربوها اوميجا بتنزلها من الصفر لهون معناته انا بديت ب 5 اثمان اوميجا ال نزلت اوميجا ال وصلت ل 3 اثمان. ليش نزلت بعلاقه خط مستقيم؟ لان اللود عندي ماله كونستنت معناته البندنج مومنت هاي اللي هي الاير اندر ديس باعتبار ان المومنت هون بتزيد هي عباره عن بورك 3 اثمان اوميجا ال في 3 اثمان ال على 2 فهذا بدها تعطيني 9 على 128 9 على 128 اوميجا ال تربيع قيمه البندنج مومنت وقيمه البندنج مومنت طلعت عندي هلا شوفوا شباب هذا اسمه فرطان شو يعني فرطان؟ يعني بيجي لي واحد بقول لي انا عندي برنامج ايتر عندي برنامج ساب عندي اي برنامج في الدنيا وهذا البرنامج بحل لك كل منشات بقول لك طيب تعال خاطبني على عقلي شو يعني خاطبني على عقلي؟ انا عقلي بفهم انا عقلي بفهم ميكانكس اوف ماتيريالز عقلي شو بفهم عفوا ميكانكس اوف وات اوف ماتيريالز كونه عقلي بفهم ميكانكس اوف ماتيريالز منشا اذا انا حطيت هذا كونوي عليه حمل لازم هذا المنشا يعطيني بندنج مومنت لكل متر قديش مقدارها هون اوميجا ال سكوير على 8 ويعطيني بندنج مومنت هون بالوسط قديش مقدارها 928 اوميجا ال سكوير ويعطيني هون مقدارها صفر هلا واضح انه الثلاث اثمان اوميجا ال هاي الثلاث اثمان اوميجا ال مين بده يحملها؟ البيم هذا فالبيم هذا راح يكون عليه حمل قديش مقداره؟
ثلاثة أثمان إيش؟ أوميجال. وبدي يعطيني الأكشنز بقدر أحسبهم. واضح إنه هذا الجسر بده يكون عليك حملة إيش مقداره؟ سمعوني. شو الحمل اللي على هذا الجسر شباب؟ ولا أنا خسرانكم عمالي؟ الجسر الوسط شو بده يكون عليه حمل؟ قديش؟ بدي حدا هيك؟ دبليو ال سكوير على 8. لا هذا المومنت. الحمل هو اللي جاي من فين؟ الرياكشن شباب. الرياكشن هذا بيدخل ليش بنقول لكم؟ سلاب بيم كولوم، يعني هذا السلاب سبورتد على بيمز، هاي البيمز. هذول البيمز ينقلوا الحمل لمين؟ الحمل هذول البيمز ينقلوا لهم للكولوم. هذا البيم قديش على الحمل من السلاب؟ 3 8 اوميجال، هي 3 8 اوميجال. الرياكشن تبعته فين بدها تمشي؟ بدها تجي على هذا الكولوم. اذا هذا البيم شفتي على شفتي على لود؟ قديش؟ سمعوني 10 دبليو 10 اوميجال 10 دبليو 10 8 10 8 10 8 اوميجال. الرياكشن تبعته بدها تجي على مين؟ على الكولوم. فانا هلا باجي بقول لكم كلات. لو كان هلا بدنا نحط قيم، لو بدنا نحط ايش هلا؟ قيم. لو كانت هذه تساوي 4 متر وهي 4 متر وكانت السلاب هذه بغض النظر عليها حمل اوميجا تساوي 20 كيلو نيوتن لكل متر مربع. اذا انا اذا اخذت متر واحد من البلاطه، اخذت واحد متر من البلاطه، شو بكون عليه حمل هذا الواحد متر؟ 20 كيلو نيوتن في واحد كان 20 كيلو نيوتن بير متر، معناته اوميجا حاجه تساوي 20 كيلو نيوتن بير واحد بير متر. هلا بدي اقول هاي الامور. انا عندي هون 20 كيلو نيوتن بير متر، المسافه هاي 4 متر والمسافه هاي 4 متر. منين عرفت 4 متر و4 متر؟ هاي 4 متر وايش؟ و4 متر. فباجي بقول هاي قديش قيمتها؟ 3 8 ايش؟ اوميجا ال 3 8 في اوميجا ال قديش بتساوي؟ 20 في ال قديش بتساوي؟ 4. شو بدي اعطينا؟ هاي 4 مع 8 بصير عندنا 2، 3 في 20 60 على 2 30. هلا هاي قديش بدها تكون عندي القيمة هاي الأكشن هذا هو عبارة عن 10 أوميجا إل على قديش؟ على 8. يعني 10 في 20 في 4 اللي هي 8 على 8 10، 10 في 10 يعني 100. إذا هون بده يكون عندي 30، هون بده يكون عندي 100، هون شو بده يكون عندي؟ 30. كيف بدي أتأكد إنه حلي صح؟ 30 زائد 30 صوت قطع. افتح الصوت دكتور. المفصل من جوز النيب. عبد الرحمن شو مبين عندك؟ أعيد تشغيل الزوم ديروا بالكم. مبين صورتك واللوح دكتور بس مش واضح. مش واضح يعني صورتي جاي بعيد عن اللوح. بعيد التصوير. لا بعرفش ليش أعيد تشغيل الزوم.
هيك ممتاز. طيب نعمل كمان ولا كويس؟ شايفين كل شيء ممتاز دكتور. طيب الله يكرمكم. هلا 30 و 30 60 و 100 160 20 في 8 160. هلا هذا جاي عليه حمل 30 سنة صبر في الدنيا جاي عليه دي الشمال 30. هذا عبارة عن بي بي واحد اسمان تبعته قديش 8 متر. إذا هذا العمود قديش راح يكون عليه حمل؟ 120. وهذا شو بيكون عليه حمل؟ 120. فمعناته أنا رأسا لازم أقول إنه هذا المنشأ لازم يكون عنده أنا هون 120، لازم يكون عندي هون 120. الداخلي عليه 100، الداخلي عليه قديش؟ 100. هذه 100 بتنقسم هون بحساب إنه هذا اللي 8 على في 4 بده تعطيني هون 400، وأنا قديش بده تعطيني؟ 400. إذا أنا بتوقع هذا الحمل قديش يكون عندي؟ هذا ظاهر عندكم ولا مش ظاهر؟ ارفع لفوق ولا مبين؟ دكتور خرجت من مش ظاهر دكتور مش ظاهر دكتور بعد الصورة شوي بدنا نيجي لبي 2. بي 2 عليه حمل مقدار قديش؟ عليه حمل مقداره 100. عليه حمل قديش مقداره؟ 100. وسبان انه 8 8 في 400 ب 400 بيعطي هون قديش؟ 400. هون قديش عندي؟ 400. طيب قديش بدها تكون بدي تكون مثل السبب سبب الدين؟ دبليو ال سكوير على رائع 30 ب 8 تربيع على 8 240 240. وهون شو بده يكون عندي انا؟ 100 في 8 تربيع على 8 يعني قديش بيعطينا؟ 800. خلينا نلخص كل هذا الحكي. أنا هذا المتشكل 3 دايمنشن. هون بده يعطيني 120، هون بده يعطيني 400، هون بده يعطيني 120، بالوسط 400. البندنج مومنت لهذا بده يجي بهذا الشكل، وقديش قيمتها؟ قيمتها حسبناها شوية 120. قديش عفوا 200 قديش؟ 240. مش هاي البندنج مومنت؟ وأنا قديش البندنج مومنت بده تكون عندي؟ 800. السبابة هاي بده يكون عليها بندنج مومنت بهذا الشكل. هون قيمة البندنج مومنت هي عبارة عن أوميجا فئة تربيع 8. أوميجا فئة تربيع 8. أوميجا عبارة عن 20 في ال اللي هي 4 تربيع على 8. 4 تربيع 16 على 8 2 في 20 40. إذا هاي البندنج مومنت هون بدها تكون عندي 40. والبندنج مومنت الموجودة هون بده يكون عندي قيمتها هي عبارة عن 9 على 128 أوميجا فتر. 9 على 128 أوميجا فتر يعني ولا ها مش بينا كما يبدو. ها اسمحوا لي أمي هذا تسعة عمية وثمانية وعشرين أوميجا فتر يعني 9 عمية وثمانية وعشرين أوميجا 120 في ألا الضغطة هي 4 فرق التربيع. رائع. أوميجا التربيع على 128 في 20 تربيع على 128 شو بيطلع لنا؟ 22 ونص. عفوا في 20 في 4 قديش بدي 22 ونص؟ شو كان كثير يعني؟ هل بدها تكون عندنا مقدارها 22 2 هاي قيمتها 22 ونص. الله طلع انا شو بقول لاي انسان؟ بقول له انا مستواي الفكري مستوى المحكم ميكانكس اوف ماتيريالز. هذا مستواي الفكري. في ميكانكس اوف ماتيريالز اتعلمت ديفرنشال ايكويشن، اتعلمت افرق بين الحق والباطل، وشكلت عقل اطلع معادلات، اروح على المختبر اشوف في المختبر نفس القيم اللي طلعتها بدماغي. فانت تدعي انه عندك برنامج ساب، حل لي هذا المنشا، حط لي فرضياتي بهذا المنشا، واعطيني هاي القيم تصدق.
هلا لنفرض شباب ان احنا عملنا هذا الحكي وحطينا في ساب واعطانا نفس القيم. هلا كيف بده يعطينا نفس القيم؟ بدنا نناقش كمان شوي كيف بدها تكون. اعطانا نفس القيم وبعدين احزر شو عملنا؟ شلنا فرضياتنا. هلا لما شلنا فرضياتنا هو المنشا بتصرف حسب فرضياتنا ولا حسب الواقع؟ حسب الواقع. حسب الواقع. إذا بده يتصرف حسب الواقع معناته رايح يعطيني نتائج مالها إما نفسها أو مختلفة. فإذا كانت النتائج نفسها معناته أنا استطعت أفكر تفكير يناسب الواقع. إذا النتائج مختلفة شو بده يكون عندنا المشكلة؟ انهيار المنشأ. هي غلط. إيه؟ تشقق مثلا. تشقق. آه. المنشأ شباب كقاعدة فصل. دكتور الصوت ميوت. فيش صوت دكتور. لاحظ الصوت. على فكرة عماله بروحه بيجي وهذا مشكلة. طيب هلا في ناس بدها تدخل، خلينا بس ندخلها admit all. هلا نرجع، الصوت واضح؟ انا بعرفش فين قطعتكم على فكره، عماله بروح وبيجي البرنامج عده مرات مش عارف شو السبب، بعتذركم. بس انا بحكي انه احنا الان اذا البرنامج اعطانا نفس الاشياء اللي احنا بدنا اياها معناته بنشيل الاسامبشن، بيشل الاسامبشن بعطينا نتائج اما ذا سيم. اذا اعطانا نتائج ذا سيم ابشر مش رايحين تشوفوا كراكس. اذا اعطانا نتائج مختلفه المنشا بيعيد تشكيله عن طريق تشققات وبيقف المنشا. يعني كيف بيقف المنشا؟ شايفين كيف هي دي مثلا؟ هيك لا يمكن يقف المنشا الا اذا صممت هاي للدرج. لكن هون انا بفترض انه هاي مالها هنج. كل اللي بيحصل انه المنشا هون بتشكل شق بهذا الشكل وبيقف المنشا. أوضح لكم إياها مثلا. قرانا للسبعينات من القرن الماضي بالقرى، بالقرى للسبعينات من القرن الماضي، أي واحد يعرف مقاول بقرية يقعد معاه بلاحظ أن المقاول بحط الحديد هيك. شايفين كيف محطوط الحديد؟ شو رأيكم؟ شو رأيكم؟ حديد محطوط هيك في جسر بنهار المبنى ولا بيقف؟ اي ام اس بصير مشاكل انه مش هلا القرى مبانينا واقفه ولا منهاره؟ واقفه. طيب هاي ليش المنشات واقفه في بلادنا؟ انا بدي اقول لكم ليش. هلا هو هذا النموذج افضل ما يمكن يمشي، افضل ما يمكن يمشي، وحتى يكون عندهم كمان ايش شويه عزوم كمان. بس كون انا هون ما في بند، لاحظ كان هي هي شكل بندنج مومنت. هون في بندنج مومنت اللي تعمل بهذا الاسلوب. بس هون ما في عندي حديد فبتولد شكل. وبصير هذا النموذج هيك.
واضح الشكل هذا بين عندكم بصير شكل نموذجي وبتتولد هون internal hinge وبصير شكل bending moment هيك. على عادة bending moment بدنا بس حد يسوق وهون بتولد نفس الشيء هيك وهون بتولد هيك نفس الشيء هيك. لذلك اللي منكم ساكن في قرية مبانيها من أيام السبعينات يطلع على السطوح وينط على السطوح بلاحظ السطوح بروت. ليش بروت؟ لأن هاي التشققات بصير تفتح وتسكر تفتح وتسكر. فلما بيجي واحد مثلا بده يدعي انه السقف عنده مش امن بالقريه بقول لك اطلع على السقف ونط عليه بتلاقيه برد. كل اسقف القريه برد مش مساد السقف لانه بالقرى عندهم اراضي فمش مضطرين يعملوا مباني عاليه بعكس المدن. بالمدن احنا مضطرين نعمل عده طوابق فما بصبط معنا انه السقف ماله يكون برد ساعتها ولا واحد راح ينام. يعني ساعتها الانسان اللي عماله بيتحرك من فوق سيمنع اللي تحت انهم يناموا فبنضطر احنا هون هذا الحديد نحط هون حديد عضوي نحط هون حديد عضوي نحط حديد لما جرب ما حطينا حديد عضوي شو بصير بهذا الشق يسكر شو بصير بهذا الشق يسكر. إذا ننتبه الآن إحنا عمالنا بنحكي بثلاث قوانين اثنين إسنشال شيلنا الاستسلام ريليشنشيب اللي كنا نحكي عنه السيجمنت أبسلون لأن حق المنشأ شو يعني حق المنشأ حق المنشأ بتحمله سلطة. الشغل الثاني هي الإيكوليبريم هدول الاثنين شو بنسميهم إسنشال. فلما ربنا نزل الكتاب نزله بالحق نزله بالميزان هدول الاثنين إسنشال واضح. شو اللي أوبشنال الثلاثة الأوبشنال هو الكومباتيبيليتي التوافق. هلا هدول نزلوا ولا ما نزلوش كل العالم مجبرين عليهم كل واحد شباب بيعرف اللي له وايضا بيعرف اللي عليه وبيضل الشيء على الجامعه الا بتوافق لانه لو اختل عندك الضغط شوي بتنهار على الارض. كل شيء بجسمك متوازن كميه السكر كميه ضغط الدم الى اخره كله في توازن. خلي الميزان الانسان بيفقد حياته طغى في الميزان وظلم ربنا بيزيله عن الارض. اذا هدول الاثنين بنسميهم اسنشال الكومباتيبلتي التوافق اوبشن نقدر نعيش شباب بسلام وهذا هو دين دين السلام يعني الدين الذي يستطيع أن يحقق توافق بين كل شعوب الأرض. ولا يوجد دين إلا الإسلام يعني آدم دعا إلى الإسلام عيسى دعا إلى الإسلام نوح دعا إلى الإسلام دعا إلى الكتاب لحل مشاكل الخلاف. كيف منحل مشاكل الخلاف؟ إن منخاطب الناس بالقيم الإنسانية اللي هي الفرقان اللي يجتمع عليها كل البشر الصدق الأمانة البر إلى آخره العدل ونرتقي فيهم بعدين في العلوم الثانيه اللي هي علوم القران. طبعا الفرقان جزء من القران والاعلى من ذلك الكتاب اللي هو العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم. مين بيشهد لا اله الا الله؟ هم اولو العلم. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر. هلا هذا منهاج فكري بدنا نتعلمه. شو يعني منهاج فكري بدنا نتعلمه بحياتنا؟ لازم لما الواحد منكم وصل سن البلوغ اصبح عنده شغلات مفروغ منها. يعني لو قلت لاي واحد منكم بالصف اطلع على راس العمارة ونط، مين منكم مستعد ينط من راس العمارة؟ ولا واحد. ليش؟ لأنه عنده يقين فرقان إنه لو نط شو بده يصير فيه؟ بده يموت صح؟ مظبوط. طيب واحد منكم بيؤمن بالقرآن وربنا بيقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنا ممكن أنط من راس العمارة شباب وربنا يحميني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن كلام الله بيتبدل لما بقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. الذين ظلموا هدول اللي غشوا مثلا اللي بغش ظلم ظلم أستاذه اشتغل تحت الطاولة ظلم زملائه إلى آخره شو بتكون مصيره بالمستقبل؟ يطلق عليه الرصاص بيشتغل جاسوس بيبدأ غشاش بنتي جاسوس بتصفي إما دولته أو الدولة الثانية. بدي اياكم شباب يكون عندكم علم محكم لو العالم كله بدهم يدخلوا النار بدي اياكم تدخلوا الجنه. زي ما بقول احد الصحابه لو عرفت انه كل اهل الارض في النار الا واحد تمنيت ان اكون هذا الواحد، ولو علمت انه كل اهلنا الارض في الجنه الا واحد لخشيت ان اكون هذا الواحد. احنا علمنا الان حطينا قواعد فكريه، شو يعني قواعد فكريه؟ ننطلق الى شيء محكم. بتقول لي عنزه وبتقول لي طير، نصلها اذا طارت يبقى طير. بس اللي بده يناقشني عنزه ولو طارت ما بدخل معه بالنقاش.
بدي أدخل بنقاش مع واحد في كتاب الله إذا هو بفهمش يا بني آدم وبفهمش يا أيها الناس، بدخل معه بالتخصص كتاب الله للمتخصصين مش بآيات يا بني آدم، كتاب الله للمتخصصين في الآيات الفلكية وفي آيات الطب وفي آيات كذا، بس بدخل مع واحد في التخصص في الصلاة إيش هي الصلاة مفروض عليه مش مفروض عليه، بالصيام ليش هو مفروض عليه مش مفروض عليه. الأمور التخصصية شباب نحتاج أهل الذكر في الأمور اللي ربنا فرضها علينا كتبنا إياها بطريقة فرقانية أبسط ما يمكن، لا نحتاج لأحد يقول لنا شو الأكل شو الشرب، ولا نحتاج لعشرات الساعات على التلفزيون حتى نعرف إنه القطرة بتفطر ولا لا. إذا القطرة بتفطر كلكم معزومين عندها على الفطور بأول يوم برمضان، كل واحد مقطر هيك نقطة ونكسب أجر إيش إفطار صائم. الأكل بفطر، الشرب بفطر، ما درجة على اللسان من أكل أو شرب بفطر. إذا قلت لك اشرب هالسيجارة معناته السيجارة بتفطر، وقس على ذلك. خروج الدم أكيد ما بفطر شباب، فما في داعي واحد يقول أنا خرج دم من جسمي معناته أفطرت، لا، اللي بفطر بس الأكل والشرب والمباشرة. حد عنده أي سؤال؟ أتفضل. إيه هسه هون في المبنى قلت لنا ما بنهار بأثرش على العمر الافتراضي للمبنى مثلا؟ رائع. أو... رائع 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 رائع. شباب اللي بده منكم يعيش أجل مسمى يعيش بتوافق، يعني رب لما خلقنا خلق لكل واحد أجل وأجل المسمى. اللي منكم بده يعيش للأجل المسمى، يعني زي اللي بيشتغل جهاز كمبيوتر، هذا جهاز الكمبيوتر يعمل بفعالة 30 سنة، بعد 30 سنة شو بصير الأشياء اللي جواه؟ خلص تخرب. لكن انت ممكن تنهي عمر جهازك الكمبيوتر بخلال سنة، شو ما تستخدمهوش بالطريقة الصح. فأنت ربنا أعطاه جسم إن حافظت عليه شباب، إذا ربنا كتب لك إنك تعيش 200 سنة بتعيش 200 سنة. أي واحد شباب بحب ينهي عمره اليوم، إحنا مستعدين نعطيه 100 طريقة ينهي عمره اليوم. وضحت الفكرة؟ فإحنا لما ما منعيش بتوافق مع الكون، يعني ما منعيش بالطريقة المبسطة الميسرة، من شق منعيش بشقاء شباب، والشقاء بقصف العمر شباب. دائما احنا عندنا امثله انه بنقول الزعل بقصف العمر، عدم الصبر بقصف العمر الى اخره. فانا بتمنى تكونوا عايشين سعداء، والسعاده بدون علم لا يمكن تتحقق، لانه العلم بعلمك كيف تعمل توافق وكيف احيانا تستغني عن شغله حتى تكسب شغلات. العلم من ارقى ما يمكن شباب، اصلا فيش حياه بدون علم. يعني انا بشعر انه العلم هو الحياه، والانسان الجاهل شيء حياته. أي واحد فيكم شباب كلكم متميزين في المدرسة يحكي قصة وهو كان طالب بالمدرسة أبدع فيها، أشعر بمتعتها الآن زي متعتها من قبل 10 سنين. لكن الأكل اللي أكلته اليوم الصبحيات لو سألتك شو طعمه بتمك بتلاقي ما بعرفش. لذلك لا يوجد أرقى من العلم شباب. فديننا لما بدأ بإقرأ مش من إشي بسيط، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، ارتقي في حياتك الدنيا حياة من أجمل ما يمكن. حياة العالم شباب يعني لا يملكها الجاهل، مهما كان الجاهل عنده من شغلات لا حياته لا تعادل 1/100 من سعادة العالم. إحنا العالم لما بيكتشف أحياناً الشغلة بيطلع من حوض الماء راكد بين الناس يوريكا يوريكا ومش منتبه إنه يركض وسويتهم ما تشوفه قدام كل الناس. من شدة فرحته بيكون عماله بيشارك فرحته العالم ومش منتبه إنه في عنده صور. فبتمنى شباب تكونوا أهل العلم، وانا هلا باجي بعلمكم من اثر. انا بادي معكم باعتبار انكم انتم بالميكانكس والماتيريالز براجع لكم اياها، بس ما عندي مانع اراجع لكم ستاتكس، ما عندي مانع اراجع لكم اي شيء، بس احنا بدنا نحط مبدا للتعامل. هلا سؤالي، هذا البرنامج اللي هو بعطينا اياه بعتذر شباب، هي رابع مرة بقطع زوم وبقطع وبشتت فكرة. أنا هلا هذا البرنامج الشباب عندي
8 في 8 في 20 1280 علم بالنسبة إلي خارجي ظاهر 100%. بقول له برنامجك لازم يعطيني 1280 زائد أو ناقص 5%. هذا شباب بالميثودولوجي بتلاقوها بأول ساب، بورجيكم إياها بأول ساب الميثودولوجي كيف إحنا بنتعامل مع بعضين البعض. فإذا كان هناك فروقات 5% بنمشي على بعضين البعض. هلا منيجي لإيش؟ للبندنج مومنت الداخلية اللي أنا حسبتها. أنا حسبت هون بندنج مومنت قديش مقدارها؟ 240 وهون مقدارها 800 وهون أنا حسبتها 40 وهون حسبتها 22.5 حسبت الرياكشنز لهذا 120 لهذا 400. الفرق الرياكشنز كتفاصيل وفرق هدول يتسع إلي ل 10%. إذا يتسع لقديش؟ ل 10%. شو ضل عندي؟ ضل عندي لو أنا ما عنديش محكم. شو يعني ما عنديش محكم؟ دكتور أتفضل. بس الشاب عبد الرحمن بده يدخل فوته على رأس حبيبي. تسلم دكتور. هلا إذا عندي محكم شباب أنا بحكي بخمسة وبحكي بعشرة في المية. طب إذا ما عندي محكم يعني هلا أتفضل. أقولك ده أزيد النسبة يعني. قديش بنزيدها؟ يعني لو أخذناها 20%. رائع. أنا بدنا نقول كلامي. ليش بدي أياها 20 أو 25%؟ 20% كلام كتير رائع. بس إننا نتفق على 25%. تبوا على إيش؟ أنا إذا كان أنا عندي هدول زاوية صغيرة المحصلة شو راح تكون؟ كبيرة. إذا الفروقات زادت المحصلة مش عمال تستفيد كثير. لاحظ هذا نيوترال. شو يعني نيوترال؟ لا بأيدك ولا بعرضك، لكن كونه نيوترال بفكر مختلف أصبحت بالضبط بمالها تستفيد منه شوي. إذا صار هيك كيف بتصير بالضبط؟ طيب إذا انعكس شو بصير؟ مكانك إيش؟ مكانك. إذا شباب إحنا علمائنا لما بيطلعوا على التلفزيون وبيعرضوا بعضهم البعض، أنا بطلع على التلفزيون عشان أحكي نقاط الاتفاق مع غيره ونقاط الخلاف ما بثيرها، بنشرش غسيلنا الوسخ. إحنا الآن للأسف الشديد صارت الناس تفقد قيمة أرقى كتاب للمرة الأخيرة. شباب بعتذر، النت كل شوي بقطع، شكله بالمستقبل بدنا نشوف حل لهذه المشكلة. أنا هاي المحاضرة الحصة القادمة، أي طالب عنده أي سؤال على المحاضرة مش فاهمها رجاني يسألني، أنا مضطر إن أعيد أي فكرة ما فهمتوهاش. بعتذر على الانقطاع المستمر للنت، يجوز هاي خامس مرة بنقطع وبرد بعمل إيش؟ وبرد إيش؟ بعيد تشغيله. الكل متابع معي؟ عبد الرحمن متابع معي؟ داليا متابعة معي؟ معك دكتور. طيب ممتاز. ممتازين. هلا انتبهوا علي. اذا منهاجنا كالاتي، احنا الحصة الجاي بدنا نيجي لسار. شو بدنا نيجي؟ هاي شيء سكن. الحصة الجاي بدنا نيجي، احنا عرفنا كيف نمثل هذا. طيب بدنا نحكي عن هدول الأسامشنز شوي، نذكركم فيها. بدنا نمسك هذا المثل اللي هو سلاب بيم كولوم كونستركشن، نحكي عن تمثيله زي ما حكينا في هاي، نورجي الأنواع المختلفة في تمثيله،
نحكي عن اللوز الاسنشال فيرسس الاوبشنال. حكينا انه تو اسنشال اللي هي الاكوليبريام والستريس سترين ريليشن شيب وان الكومباتيبلتي اوبشنال. بدنا نحكي عن الاناليسيس ثيوريز بيزد اون وات على الاسامبشنز. نحكي كيف نعمل ديسكريتايزيشن للاليمنتس ونيجي بالنهايه ونحل هذا المثل. نحل هذا المثل من خلال ساب واحنا براسنا هاي النتائج. فبدنا نحط فرضياتنا بساب ونحصل على هذه النتائج. حصلنا على هذه النتائج بنسبه 5 او 10% بنثق باستخدام البرنامج. البرنامج ما اعطاناش مثل هاي النتائج بنرمي البرنامج بالزباله. انتبهوا عليه شباب. انت مش وعاء تخزن فيه معلومات. انت عقلك المفروض يكون له مرجعيه وتاخذ الانسان اللي بيقدر يخاطب المرجعيه اللي في عقلك. لذلك ممكن انا خطابي لا يصلح لكم. لكن في عندي زملاء 8 كل واحد فيهم زي الورده بالانشاءات. ممكن تلاقي خطاب الاستاذ ابراهيم، دكتور منذر، دكتور رياض، استاذ عماد الى اخره، دكتور محمد سماعني، دكتور محمود، دكتور شاكر، ممكن تلاقي لديهم من الخطاب ما هو افضل بكثير من خطابي. كل واحد فيكم شباب عليه انه يلجا للعالم اللي بيقدر ينطلق معاه من ايش؟ من قضيه بالنسبه له هو في حياته احكم. وكل واحد عنده تجربه بحياته مميزه مش موجوده عند غيره. فممكن انا لما باجي بحكي معاه تكون تجارب وتشابه تجاربك فتقدر تستفيد مني اكثر. ممكن واحد ثاني تجارب وتشابه تجاربك تستفيد منه اكثر. فانتوا عندكم فرصه في هذا الجامعه انكم تسمعوا لعدد اساتذه كثير. يكفيك استاذ واحد في كل الجامعه بالرياضيات او الكيمياء او الفيزياء او الهندسه يخاطبك خطاب يقابل فطرتك، يعني تلاقي خطابه مع فطرتك منسجم حتى تقدر انت تحدد لك منهج في حياتك. مجرد ما حددت منهج في حياتك ستجد على الانترنت وستجد في حياتك الكثير اللي بيشاركك مثل هذا المنهج. بس انتبه شباب، خبرتك لا تعني خطأ الآخرين وإنما تعني أنه أنت هاي قناعتك، والأصل أنك تدرك أنه قناعتك إما خاطئة أو ناقصة فتنطلق مع الآخرين من باب أمل أنه الآخرين يصوبوك أو يحسنوا تفكيرك. إياكم تفكروا أنه في إنسان قدوس، القدسية لله، كلنا بنغلط وإنكم بتشوفوا اللي بيغلط وبتصلح غلطه مفروض يأخذ عليه علامة. حد عنده أي سؤال قبل ما أخذ الحضور والغياب على المحاضرة أو على المنهاج؟ أنا بيعنيني شباب لأنه على هذا المنهاج رايحين نعيد بناء التريبيتوري أريا، نعيد بناء نقل الأحمال بالإيرث بيس وندخل الكوانتم فيزيكس اللي مشكلتها إنه ما بتتعامل مع في، بتتعامل مع في وتي، يعني بتدخل بارامتر جديد اللي هو التايم. فبصير عندك أنت تو بارامترز في وتي. لذلك اللي منكم بدخل على ساب بلاقي ساب باي ديفولت عامل برنامجين، برنامج ديد يعني ستاتيك وبرنامج ثاني اسمه مودل. هذا المودل شباب هو اللي بيتعامل بالكوانتم الايجن فاليوز والايجن فيكتورز اللي رايحين نيجي نحكي عنه هلا. حد عنده اي سؤال بالمنهاج؟ ديروا بالكم شباب، احنا اذا اتفقنا على المنهاج سهل جدا بعدين نبدا نقوي المنهاج الفكري اللي انا بقدمه بالتفكير. في عندك شيء محكم كل واحد فيكم مش مستعد يعمل عكسه. لو انا شعلت نار وطلبت من اي واحد منكم حط ايدك بالنار لا يمكن حدا منكم يعمل هذا الحكي. هذا نسميه محكم، إشي بالنسبة لك واثق فيه 100%. بدك تتعلم إشي لازم الإشي اللي تتعلمه لا يتعارض مع المحكم، لأنه إذا تعارض مع المحكم اعرف أنك اللي بتعلمه هو غلط. وحتى أبسط عليك علم الرحمن عن علم الشيطان، الله نور السماوات والأرض. الإشي اللي أنت بتشعره وأنت بتعمله بالخفاء ما عندكيش مانع أنه العالم كله تعرفه، اعرف أنه هذا الشيء اللي برضى الله واللي بيخليك تعيش في النور. أي إشي تعمله بتستحي إنه الناس تعرفه وبيخدش بعزتك إياك تعمله، لأنك بتكون خسرت الدنيا وخسرت الآخرة لأنك خسرت نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ماشي، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بيجي ربنا لكل واحد، طب هذا الشغلة ليش أنت عملتها بالخفاء؟ شباب الشرع الطاهر للظاهر، فأي واحد منكم لا يعيش في نور اعرف ان الشيطان بدخله في ظلمه. فاي واحد بقول لك اعملها يعني من تحت الطاوله اعرف انه شيطان. اي واحد بقول لك اشتغل في نور اعتبر كل الكاميرات موجهه لك. هن بيعملهم بيعملوا قضايا في التجسس
احنا كمسلمين هم طوروها اكثر واكثر. شوف المسلم قديش طاهر جوا بيته، شوف المسلم قديش طاهر في تعامله، شوف المسلم قديش بيقدم صوره راقيه للمجتمع حتى تصير مسلم. احنا بل بالعكس، كل ما تطورت طرق التكنولوجيا اكثر كل ما كان عندنا قدره على نشر ديننا اكثر، اذا كنا احنا فاهمينه وملتزمين فيه. نبدا الان بالاسماء. احمد صدر. احمد صدر حاضر معك. احمد يحيى. احمد عاطف. حاضر دكتور. احمد عمر. حاضر دكتور. الحسين بشار. حاضر دكتور. امير دريدي. حاضر. حاضر دكتور. آية. حاضر. خالد دويكر. موجود دكتور. لالي عبادي. نعم. ديانا. ديانا. يا ديانا مش موجودة ديانا؟ دكتور كانت موجودة. طيب ماشي، دافع كان. ريما. ريما. دكتور أنا ديانا موجودة بس علق جوالي. مش مشكلة ريما، ما حطتي غايبة يا ريما. في حدا يا ديانا بدافع عنك، ما تخافي. ريما. ريما مش موجودة. حدا يدافع عن ريما إنها موجودة. سارة منصور. حاضر. عبد الرحمن. موجود دكتور. عيسل طبعا. عبد الرحمن زيود. موجود برضو دكتور. عز الدين. عز الدين. يا عز الدين موجود دكتور برضو. يعني موجود ماشي. محمد إبراهيم. محمد إبراهيم. حاضر. حاضر دكتور. ميس. ميس ذكرنا. حدا موجود يدافع عن ميس؟ كانت موجودة دكتور. طيب ماشي. إذا هلا ضايلنا كم من دقيقة خلينا نحكي، نرجع نحكي عن الموضوع. هلا أنتوا شو شايفين؟ شايفيني ولا شايفين الباوربوينت؟ باوربوينت مبين. طيب الباوربوينت، حكينا إحنا عن هاي اللوحة. نحكي هلا على اللودينج أسامبشنز. إحنا رايحين نبدأ بالستاتيك لودينج اللي هو هذا، وبعد الستاتيك لودينج نشتغل إيش؟ اللي هو الدايناميك لودينج. ديروا بالكم شباب، يعني احنا بنبدا اول شيء بالكلاسيكال وبعدين بنروح بالمودرن. فالدايناميكس اذا مودرن ابروتش، فهذا بندرسه ان شاء الله بعد الستاتكس. طبعا في عندنا لودز ممكن تكون كونسنتريتد لودز وممكن تكون ديستريبيوتد. مثل على الكونسنتريتد لود، حدا بيقدر يعطيني مثل على الكونسنتريتد لود؟ التريات اللي بالمساجد شباب، التريات اللي بحطوها بالمساجد اللي وزنها ثقيل جدا عبارة عن concentrated load، بتكون مربوطة بالسقف من خلال سلك، تمام؟ أو تريات في منازلكم بتلاقوها مربوطة بسلك من خلال السقف. هذا مثل عن concentrated. طبعاً المقابل concentrated distributed load زي وزن البلاطة. في شيء بنسميه deterministic وفي شيء بنسميه probabilistic. شوفوا شباب، إحنا في علم الستاتكس أو في علم الجرافيتي، كل علم الجرافيتي deterministic. الكوانتم ميكانيكس كل علمها بروبابيلستيك. يعني لما بدنا نيجي على نحكي عن الزلازل، كل علم الزلازل بروبابيلتي. كونه بروبابيلتي شباب معناته الدقه اللي فيه مالها اقل من الدقه اللي موجوده في الديتيرمينستيك. فانتبهوا على الكوانتم ميكانيكس، علم غير مفهوم، فلا نستطيع احنا الا ان نتعامل معاه من خلال نظريه الاحتمالات، بعكس الكلاسيكال اللي هو علم واضح ومفهوم ونتعامل معاه عن طريق الديتيرمينست. هلا ماتيريال اسامبشنز حكينا لكم انه الماتيريال ممكن تكون في اللينير رينج، ممكن تكون الماتيريال في اللينير رينج، ممكن تكون في النون لينير رينج. فاحنا بدنا نفترض في هذا المسار الماتيريال في اللينير رينج. طبعا الماتيريال لما بيصير زلزال رايحه تروح للنون لينير رينج، ولكن احنا هذا نتعامل معاه بمساق الزلازل وليس في هذا المساق. كيف بدها تروح للنون لينير رينج وكيف بدنا نتعامل معها، راح نعلمكم حسيا كونسبشوال. طبعا احنا سبق حكينا لكم الايزوتروبيك شو بتعني ولهم جينوس شو بتعني، وانا بختتمها بهذا الشكل. لما بنقول انه كثافه الباطون 24.5، هل هذا الكلام تقريبي ولا اكزاكت؟ تقريبي دكتور. طيب فكرك لو انا زيدت كميه الاسمنت، بزيد
طلع من عند الدكتور. طلع. يعطيكم العافية. الانترنت بنقطع مرة تانية، بنكمل الحصة الجاية إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب. السلام عليكم. دكتور. دكتور. بس عندك اقتراح يعني مشان يريحك، تقدر تحط تحت الطلاب كوهوست، يعني هو بصير يدخل الطلاب وإشي، يعني بدل ما أنت كل شوية توقف المحاضرة وتدخل. أحط هوست واحد ماشي. عبد الرحمن سامعني عبد الرحمن؟ أنا بخليك هوست على بخليك هوست عشان تدخل الطلاب. إيش أعمله هوست؟ أعمله هوست. بدالي بعرفش كيف انا، بس كان الدكتور محمد بن نعمد يعملني انا مثلا دخل الطلاب هو يضل يكمل شرح عادي. بوركت بوركت كثير يا احمد، شكرا كثير. ماشي، هاي ان شاء الله الحصه الجايه بنحاول نطبقها. حدا عنده اي شيء ثاني؟ الله يوفقكم شباب. السلام عليكم.